فريد الاكسترانخيرو واحد من اقدم رابورات تونس الفنان المقيم حاليا في المانيا يجي بحضنا في بلانيت راب معاه نحكيو كليبات موسيقى وراب فريد مازال كيف خرج كليب رساله نفس الالتزام نفس الجراه في الكلام فريد ضد السيستم يتكلم مره اخرى 13 سنه بعد غنية عباد في تركينا اليوم باش نرجعوا لجيل الورقه والستيلو جيل لامبي 3 والماكسون 25 مع رابور بقى صامد وحرص انه يوصل الموسيقى نتاعو للتوانسه من اوروبا فريد تلقاوه معنا في بلانيت راب الجمعة هذه يجي بحضنا فريد الاكسترانخيرو شخصية فنية عندها احترام كبير في الوسط متاع الراب فريد يخدم التسعينات لهم كيفنا ولا انا كيفهم ولا نعيشوا في نفس الصورة هم اخويا اليوم يجي بحضنا حصريا معه في حوار خاص باش نحكيو على موزيكته وخياراته الفنية كليباته في بلانيت راب ماشي وعابر سبيلي فريد مرحبا صوب بيك يا دي عايشك مرحبا بيك مرة أخرى في تونس مرة أخرى من العام العام مرت ثلاثة مرات في العام هذه. دونك نتصور دوليش توحشتون كل سؤال مش نقوله لك تعرف عليش نقول بلكش الوقت يخليه ينجم يراجع حاجات لا نفس الرأي اللي قلت لهم اللي فيه توبيتو ما توحشتش لا جيت طول على العزوزة وعندي شوي خدمة زادة نعملها ما ندمتش انك خليت تونس لا مش بخلي عليك بلاصة في الغربة تغيظني في حاجات شفت مدام فما نورمال يظهر لي اي تونسي يحس هذيك اللهم انسان بلاش قلب ما يحسش ما نحس ما عندي ما نعمل انا ممكن نبدا ندور مثلا في المانيا ولا في سويسرا ولا نثبت في كل شيء في الكياسات في البوبالات نقول علاش هذه مش في تونس لكن ما باليد حلو يعني ما برشا حاجه تسمت بد اول حاجه العقليه بتاع الناس وهذه يعني لا تفضها لا ثوره لا تفضها ما ندمتش اللي خرجت لا بالعكس بالعكس فرحان لي أنا خرجت من تونس فرحان لي أنا خرجت خطر كنت ضايع في تونس ضايع يعني كان كملت في تونس مصير يحبس ولا موت عمل برا يعني بصراحة يعني تعلمت برشا حاجات خرجت الرسالة خرجت الرسالة وش اللي يفهمها تحس فيها قراءة أولى وقراءة ثانية وقراءة ثالثة كل قدير وقدره كيفاش يفهم كل قدير وقدر كل واحد كيفاش يحب يفهم اما الرساله واضحه هي فهمتني الرساله واضحه للكبار يعني يعني يظهر لي غنيه ماهيش نتاع صغار الصغار ما يفهموهاش الغنيه للكبار اما حتى الكبار يفهموا ويحسبوا روحهم ما فهموش شدت في خطك انجاجي طبيعة تعمل في المزيكا تحب تبدل يلزم مازلت اليوم تامن بقوه الكلمه طبيعة في المزيكا في الموسيقى في الموسيقى في الكتابه في التمثيل قوه الكلمه توصل برشا حضارات تبدلت بالفن فريد شنو اللي الهمك للغنيه هذه نتصور انه كل غنيه عندها سيناريو يتعمل فيه مخ الرابور بشديد ستيل وقلت باش نكتب اول جمل من الرساله اللي الهمني الالهام دي ما يجيني من تونس هو فهمتني انا مولود في تونس وعشت في تونس وخرجت من تونس ويعني ديما المصدر الاولاني الاول والاخر هو تونس والوضع بتاع تونس وكيفاش يعني الناس تعيش هكاك فهمتني وعلاش تعيش هكاك الغنية صورتها كليب والمده الاخرى معناتها تقريبا من عام ونص بديت ترجع تهبط في كليبات بنسقة دوري على الاقل فما موعد الرابر اللي فيك بدا يتحرك وياخذ في بلاصته ويقول بون انا ما بعتش اما فما ظروف هي اللي بعدتني انا يعني من داخل كفريد كما تعرفني الناس ديما الفن هذاك حاجه تخلقت معايا فهمتني ما على غالب فما ظروف خلتني نبعد شويه ظروف وقت اللي كنت تبعد كنت تكتب وتخبي ولا ايه نكتب ونخبي ونشرجي في البيلات كما نقولوا احنا فهمتني لكن ثم ظروف البرة ما تخلينيش يعني نخرج كل كيما تخدم العباد لهنا خاطر انا انسان عندي خدمه وعندي ارتباطات عندي مسؤوليه غاديكا فما ناس هنا مثلا في تونس تعمل في الراب خاطر ما عندها ما تعمل برا الراب فكرتش مرات في الاعتزال قلت يزي كهو ساعات هكا نفد شوي من لكن ما نفقدش الامل تقريبا كي نحكي على فريد نحكي على الناس الاولى بتاع الراب في تونس ماكسون 25 والام بي 3 واستوديو فيلوزوف وفيلوزوف
انت اليوم بينه بينه عين تغزر العصر هذا، تشوف العصر الذهبي او تشوفوا البدايات؟ العصر الذهبي. تشوف العصر الذهبي؟ لا العصر الذهبي. العصر الذهبي يقال انه بعد كل العصور الذهبيه تجي عصور الانحطاط، يقال. ما نجمش نضبط. هل تستثني؟ بطبيعة ديما فما الباهي والخايب. ترى في حاجات باهية توا؟ فما حاجات باهية، فما اللي يخدم في الراب للراب، وهما 98% مش للراب. ما عندهم حتى رسالة، ما عندهم حتى فكرة، أبار اللي هو يعني الراب ينجم يخرجك في التلفزة، ينجم يعطيك فلوس من اليوتيوب، ينجم يردك مشهور، هذيك الفكرة. لكن أنا كبديت ولا برشا في وقتي أنا كبدينا مش هذيك الفكرة. والدليل هو كونه مثلا هي غنية قديمة مشيت على روحها، العبيد في تركينا، شكون يخمم في الوقت هذاك انه باش يعمل غنية هكاكا، باش يعمل منها فيو، باش يعمل منها فلوس؟ واضحة الرسالة يعني. وقتها ما فماش فيو. أصلا ما فماش فيو، فما كان الحبس. فما كان الحبس، أعدام يعني. واضحة، وشوف أنت تو يعني الأمور مختلفة. العبيد في تركينا طيش متاع ستيلو، ستيلو كان طايش، لأنه وقتها شكون كان ينجم يتجرأ؟ مش طيش، جرأة. 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 وكنت تكتب فيها عارف روحك أثنية تكوين؟ عارف روحي. ذاك هو قرار. ذاك هو، عارف روحي فين. كنت بمثابة اللي ينتحر؟ قرار خذيته، وأنا ديجا وقتها عاملها ومعمل على الانتحار، هي عملية انتحارية أصلاً. هذاك هو يعني ما خلصتها ولا كانت رب ذرة نافعة؟ لا خلصت كوني ما بعد الغنية ديجا يمكن ذولي الحكاية الناس كل تعرفها، اللي أنا ما نجمتش نرجع لتونس من الغنية، مات شو الوالد الله يرحمه، ما نجمتش نحضر في توينتو من الغنية، وبرشا مشاكل وتهديدات على الفيسبوك واللي على لكن هذاك الكل الناس ما تهتملوش، الناس تهتم يعني كان بحاجات اخرى تافهه. العباد في تركينا حمها قطع بالسكينه، زيد الحكم يجينا دزهيني ذل فينا، فقر والهم والمشاكل حوض فيا حوض ديما ياكل. فما فريد قاعد يخدم البرة ويبعث لنا في مزيكا تجينا من البرة، مازال عنده نفسك كالعزيمه نتاع الكتيبه اللي ماهوش كيما عايش معانا، فاهم وجعتنا كما عايش البرة في أوروبا بالكونفور متاع أوروبا؟ صحيح أنا عايش في الكونفور، لكن الكونفور هذيك قشرة خارجي، لكن الدخلاني كله تونسي، أنا عائلتي كلها لهنا، والمعاناة يعني اللي تعاني فيها الناس تعاني فيها عائلتي. الكليبات الأخرى فريد تتصور الكل بنفس الروح، كانهم مسلسل، نفس الألوان نفس الجو، معناتها نتصور قاعد تقصد في حاجة؟ بيها المعاناة تاع الناس، الفقر، الميزيريا. كل غنية هي جزء الظلم يكمل الغنية اللي قبلها، الرسالة جات تكمل الغنية اللي قبلها جات تكمل اللي قبلها، لكن اللي بعدها باش تكون حاجة أخرى مختلفة. فرحة؟ لا. مش من حقك تفرح وتفرحنا؟ فرحانة، شكون اللي مش فرحان؟ فرحانة. ما تنجمش تعمل حاجة تفرحها؟ لا مش وقته. نجم أما مش وقته. نجم أما مش وقته. مازلنا ما وصلناش اللي تبقى ذيك، احنا باش نغني حاجات نتاع فرحة. كي نوصلوا نغني لهم فرحة، مش نغني لهم حتى ومزبط. ما عنديش مشكل. نغني لهم حتى راي. ما عنديش مشكل. أما مازلنا ما وصلناش التبقى ذيك. تونس ماهيش فرنسا، ماهيش أمريكا، ماهيش ألمانيا. مازلت ناس تاكل من الزبلة. حتى في أوروبا ياكلوا من الزبلة. لا مش كيف. أنا ما شفتش الناس في ألمانيا تاكل من الزبلة. في ألمانيا حتى كانت تشوف إنسان بطال خاطر هو يحب يقعد بطال. كنت في إسبانيا، نقلت لألمانيا، رغم إني في إسبانيا كانت عندك برشا مشاريع فنية مهمة. صحيح، لكن إسبانيا تخلل فيها كي تخلل لها الكريز يعني الإيكونومي نتاعها تمست شوي، وخاصة يعني في الخدمة اليد العاملة والحكاية هذيك، وبحكم خدمتي يعني نجم نتنقل في أوروبا، وبحكم أوراقي كيف اللي أنا يعني حر نجم نمشي نعيش في أي بلاد. ما عنديش علاش نقف، مشيت نخدم على روحي. عندك جنسية أوروبية؟ إسبانية. إسبانية. فما حاجة في الغنيات ما همش برشا يعملوا في ليفيو كيما يلزم معناتها.
ما تهمش حاجه هذيك ما تهمش. عندي فانس، عندي ناس تبع فيا من قبل من اللي بديت يعني الخدمه بتاعي وفرحان به. عندي انا 40,000 عباره 40 مليون. اما الحاجه الملفته انه كي نقرا لي كومونتير تقريبا بال 500 و 600 كومونتير كلهم ايجابيين 100%. هذيك الحاجه اللي به السمعه، السمعه، السمعه ما تتشريش بالفلوس. انا انسان عملت سمعه، ما عملتش فلوس. مش كيف كيف. ما تحبش تلقى توازن ليه الفلوس ما بين الفلوس والسمعه؟ ليه الفلوس نخدم الحمد لله، نخدم شهري بالفن بالفن بالراب مش مشكل. فن عشت منه فتره في اسبانيا، شفت يعني اللي هما خلطوا له تو، فهمتني؟ انا في عمل فين، انا نغني في اسبانيا وفي مكسيكو ونقعد مع الجوار الفلاني ومع الجوار الفلاني، عشتها يعني، عشت هالفتره ذيك. فما حاجات جديده قاعده تحضر؟ اي هما حاجات اما جديده زي الاخرى. تصوير في تونس ان شاء الله، جزء منها في تصوير في تونس. هو سبب واحد من الاسباب اللي هبطت على خاطره الثاني السبب الثاني. علاش خممت المره هذه تصور في تونس؟ خاطر يلزمها تكون في تونس، ما عندهاش بلاصه اخرى باش تصور، ما نجمش تصورها في المانيا، ما تجيش، ما تنطبقش. كاين شيء كي تحب تحكي على حاجه تعني لك في حياتك؟ طبيعه مش تعليني انا برك، لا لا لا، تو كي تخرج الاغنيه ويسمعوها تو يعرفوا علاش جيت لتونس وسجلتها في تونس. خاطر ما عندهاش بلاصه اخرى باش تصور، خاطر هي تعني تونس والمجتمع التونسي. عندك فتاة يستناو؟ لا. علاش؟ موقف؟ هكا مرتاح، ليش تكسر راس؟ الفتاة مش ديما تكسر راس راه. والله الأكثر هي تكسر راس. وشوف الفتاة مع شكون تقصد أنت مثلا من تونس؟ بصراحة يعني من الآخر وعلى الآخر يتزلبطوا ياسر. إيش معناتها يتزلبطوا؟ يتزلبطوا يزقزقوا ياسر يعني. حاولت تتفاهم مع البعض؟ حاولت. أنا حاولت. لكن محاولات فاشله بالطبيعه، خاطر تحسهم اللي هما يتزلبطوا، فهمتني؟ ما تحسهم اللي هما يزقزقوا، على الغالب هما كيك يعيشوا يلزمهم يزقزقوا، يعني في البلاد هذه ما تعيش لما تزقزق. اما مكسب انه واحد يغني مع فريد؟ المنطق هذا شو يقول معناتها؟ ممكن الانسان يكون عنده 30 مليون فيو، اوكي 30 مليون فيو، لكن انا تقول لي خساره. ما حسيتش بالفيو. فاهمها مليح. فاهم. ما حسيتش بالفيو، انا عندي سمعه. عندي حاجه صنعتها عملتها نحب نستحفظ عليها. فريد الجمهور اللي معاك هو جمهور اللي تبعك وكبر معاك، ولا عندك جمهور قاعد يجيك اكثر جديد معناتها جديد شوي؟ جديد شوي، اما يعني الاكثر الجمهور اللي تبع فيا هو اللي بدا معايا بريس. معناتها نحكي لهنا اكثر على قيمه الوفاء. بالضبط، وهذاك علاش انا معاهم زيد، هم معايا وانا معاهم. والصغار يصعب انك تجيبهم لملعبك لارضك؟ تو كيكبروا كيكبروا يفهموا الدنيا تو يشوفوا الملعب. اما نتذكر معناتها عباد في تركينا اللي سمعوها بالاساس مراهقين معناتها. اي لكن كبروا. الصغار نتاع قبل مش كما الصغار نتاع تو؟ لا مش كيف كيف. الصغار اللي من الثوره وانت طالع حاجه اخرى، الصغار نتاع قبل يعني نوع اخر. كيما كنا نحكي وجيل الذهب، تو الراب ارقام، احنا الراب قبل غرام جو روح، فيه روح. هي حتى الأرقام فيها غرام وفيها جو وفيها هاي فيها غرام وفيها جو، لكن كيفاش نقولها لك أنا؟ ديما تبقى ماهيش نفس الصورة. يعني أنا تو كي نخرج أغنية وتعمل لي 50,000 ولا 100,000 ما يقلقنيش. جمهورك يتقلق ساعات، علاش فريد هكا؟ هو يبدا الجمهور هو اللي يبدا متغشش. هما متغشين غايدتهم، كيفاش يعني ناس اخرى خرجت تو تعمل فيها هكاك، وانا يعني اللي عملت هكاك ما تجيني. انا غالب شنو نعمل؟ اضواء هذيك تونس. يحبوا كان ضرب البندير، شنو نعمل؟ انا ما نعرفش نضرب البندير. حفلات في تونس برشا يقولوا لي كي تقابل فريد اسالوا علاش ما يجينيش لتونس يعمل حفله اثنين. لا ما نجمش للاسف، ما نجمش نعمل معاه. وقت تبدل عقليتهم شوي تو تفهموا فيها كذا. في مستوى المهرجانات ووزاره الثقافه؟ لا لا، انا وزاره الثقافه ما استعرفش بها اصلا. شو مدخلها وزاره الثقافه في الراب؟ برشا رابوريت عندهم بطاقات احتراف. تقريبا كل الرابوريت اللي معترف بهم في تونس اليوم معترف بهم. انا محترف نلعب البر.
ليش مستحق وزارة الثقافة مش تعطيني أصلاً ما نستعرفش بها في الراب. وزارة الثقافة مهمتها حاجات أخرى هي بتاع شنو مش تعطيه بطاقة احتراف تنظم القطاع قطاع شنو تي ما تنظم في شيء وساعات يقولوا لي الساحة فنية ما هي الساحة فنية فما بطح الساحة هي الساحة بمعنى أشجار وكريسي هنا بطحة فنية دونك فما ألبوم ولا بيستخدم بالكليب بالكليب؟ بالكليب بالكليب إن شاء الله ليه ألبوم ما عنديش وقت باش نعمل ألبوم كل مرة نخرج حاجة تم حاجة جديدة فما غنى أخرى إن شاء الله جديدة سبوتيفاي؟ سبوتيفاي، يوتيوب، آيتونز، ديزر، فيسبوك، انستغرام، يوتيوب نجموا يلقوني وين يحبوا